أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا ضيف جديد ومجاهر جديد، الأخ عباس. بالبداية خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي عباس. أهلا وسهلا بك أستاذ جون، أهلا وسهلا باللي يسمعونا واللي جاي يشاهدونا همينة. أهلا وسهلا فيك عباس. أهلا وسهلا عباس. طبعا نحن مثل ما تعرف ببرنامجنا هذا، بالبداية بنحب نتعرف على بطاقة مختصرة عن شخصك الحين، تفضل. نعم، أنا عباس عادل من مواليد 1992، عراقي الجنسية، سكنت كركوك وعايش في محافظة كركوك، ولاية كركوك طبعا. بعد صارت أحداث يعني بال2006 و2007 اضطرينا أنه نتهجر، إلى نتشتت عائلتنا بسبب الطائفية والدين وهكذا أمور. خريج إدارة واقتصاد قسم محاسبة، بعد يعني اللي أتكلم عنه مسلم الديانة سابقا، وطبعا مريت بكل يعني كل ال أكيد كل أكيد. أنا عجبتني إنك خريج محاسبة، بدك تحاسب الدين اليوم ولا؟ إيه مسلم سابقا، ومر بس مو بس مسلم، يعني مريت بكل الإسلام، يعني شفت أنا كمسلم شيعي يعني بالأصل، ولكن يعني دخلت بالإسلام السني، شفت الطوائف الإسلامية الأخرى، يعني تابعت أكثر، يعني تحررت أكثر من هذا الشيء، يعني تحققت بالمواضيع الإسلامية يعني وطوائفها العدة. يعني مسبع الإسلامات بنقدر نقول. إي يعني أرد أشبه لك بحكم عام، حتى ذكر يعني يوم من الأيام رحت الجامع صليت سني، يعني تشتفت وأنا شيعي، يعني كنت دخلت بنصهم، يعني إلى درجة إنه عرفت كل شيء. يا زلمة لو مفجر حالك هذاك الوقت فيه بنخلص من كم واحد إرهابي على الأقل. طيب عباس يا ريت نبدأ من مرحلة الطفولة، كيف كان الدين بحياتك، بحياة العائلة، شو تأثيره عليك، تأثير تربية العائلة عليك، تفضل. نعم، أول شيء طبعا بالبداية كان التأثير الديني يعني علي، يعني شلون أريد أوصف لك إياه، يعني كنت مو منغمس بالدين، يعني داخل إلى أبعد مدى، لأن تعرف أنت العائلة تقدس، يعني أنت من تطلع من عائلة قد يقدسون أي شيء، يعني طائفتك ودينك، هذا القرآن بوسه مسحه وما أعرف شنو، لا تلتزم القرآن إذا ما متوضي، لا تسوي هيك شيء، الله يذبك بالنار، وخصوصا هذا الترهيب مال الله يذبك بالنار، الله يذبك بالنار وغير هاي الشغلات، يعني خلت لنا يعني فجوه يعني كبيره، انه هواي ما نتعامل بشغلات، يعني ما نقدر نتجرأ على اي شيء، لان الله يذبك بالنار، لان هيك شيء، لان يعني هواي شغلات قيدت يعني حريتنا، قيدت مشاعرنا، قيدت تعاملنا مع الاخرين، يعني ابسط الامور، اذا شخص من غير طائفه او انسان من غير دين ما تتعامل وياه، لان ليش؟ لان هو هيك كذا، يعني هو من غير طائفه، هذا بالنار، هذا كافر، هذا هيك، وهو امور يعني معنى ما اختصر لك يعني. كيف كنت تتصور الله وقت مثلا اهلك يقولوا لك حرام لا تعمل هيك، الله بيحطك بالنار وبقليك وبشويك وبساويك شاورما وبساويك فروج مشوي؟ اكيد طبعا، اللي يعني اللي اذا اخليك بهيك موقف ما كنت تتصور انه شخص، طبعا ها يعني ما يصير انه تتصور شنو الله شكليا، ولكن الله هو كل شيء ويذبك بالنار، يعني هيك تتخيل انه النار فشيء عظيم، اذا سويت هذا الغلط تنذب بالنار، اذا يعني طفولتي هواي اشياء صارت، يعني اذا اسالك تضحك، يعني مره من المرات سرقت فلوس من اخويا، ف سرقتهم وصرفتهم، رجعت بنفس الوقت ماكو اشتريت بيهن، ورجعت بالغرفة اشتريت واكلت وهاي كملت، بس قمت ابكي بعدين، قلت شلون الله راح يذبني بالنار وانا سرقت هاي وما اعرف شنو، ظليت افكر يعني بهذا الشيء، يعني صار هذا الموقف، ما كل ما اتذكره بطفولتي اضحك، يعني هسه اضحك اقول شوف شلون كنت افكر قبل، يعني تفكير رهبة، يعني شعور ما اعرف شلون اوصف لك اياه، بس يعني اكيد الكل مارين بهذا الشعور، من المتنورين المتحررين يعني من الدين. بكل تأكيد. بدي أسألك، يعني أهلك كانوا متدينين كثير، مثلا والدك، والدتك، الجيران، تفضل. نعم، أنا كانوا والدتي يعني متدينة، ووالدي،
واخواني بالذات هم يعني اخواني طبعا كلش يعني متدينين الى ابعد حدود، واصدقائي يعني اصدقائي اللي بعد ما عرفوني اكو بهم عافوني، يعني بعد ما عرفوا حقيقه انه انا شنو وبعد ما عرفوا افكار اكو بهم اصدقائي عافوني، مهم ايش كانوا يعتبروني كافر يعني. وغير اكو هواي ناس يعني، وانا كنت ببيئه يعني متدينه يعني، هسه اذا تجي جزء بالعراق وتعرف انت شنو بيئه العراق يعني تدين فول. هو للأسف صار التدين، صار مثل التدين ظاهر كتير على كل، إنه حتى إذا كان حقيقي فيدل على جهل يعني، ونتيجة الجهل شايفينه نحن ببلادنا للأسف الشديد. طيب خلينا نروح على مرحلة تانية، مثلا مرحلة المراهقة. هون بكل الناس طبعا، وأنا كررت الكلام كتير بصراحة مع كل ضيف مجاهر جديد، بقول للحكي انه هل الاسئله الوجوديه اللي تنطرح على المراهق خصوصا بالسن 13 14، كيف كنت تجاوب عليها؟ كيف كنت تتعامل معها؟ مثلا يصير هون التساؤل عن وجود الله وحق الدين، انه حق ولا لا، ويعني بصير اسئله يعني مفروضه على الانسان في هالمرحله هي. كيف كنت تتعامل مع هالاسئله هي؟ تفضل. طبعا في سن ال 13 سنه يعني، او مرحله المراهقه او مرحله النضوج شويه، العقل يعني ينضج، يعني قمت اطرح اسئله مثلا هواي اشياء يعني عن الكون، اصفن هيك يعني مرات يعني اذا انام اباو على السماء اشوف هذا اقول شنو يعني معقوله انه هيك شلون تشكلت هاي، يعني اظل اصفن دار على الارض اباو على شخص مثلا أنطي أمثلة، أقول مثلاً أنا ليش بهاي العائلة بالذات، ليش مو صرت بغير عائلة، ليش مو مثلاً يعني مو أنا مو مسلم، ليش ما صرت يهودي؟ هاي الأسئلة طبعاً انطرحت علي بالذات هواي أمور، يعني خصوصاً الشخص من ينقتل أقول يعني أنا لو بمكالمة مقتول هذا الشخص لو هيجي، هاي الأسئلة اللي تطرح هاي شوية صح الإنسان يعني راح تلتفت، يرجع على عقيدته، يرجع على دينه، يرجع على هواي أمور، بس شنو بنفس الوقت يرجع اكو تاثير واكو عامل يخليه شلون يعميك هذا العامل يعني، او يعمي يعني يخش يخلي فد غشاء بينك وبين هاي الحقيقه، انه هو عامل الدين اللي شلون إن انا اهلك واصدقائك يركزون انه لازم تصلي، لازم تمسك، هاي الاسئله شيلها من بالك، لا تخليها، لان هاي كفر، هاي تعتبر وضلاله، ولا تسوي شيء هم تبقى يعني انت حتى لو هذا الانسان بهاي المرحله يشعر انه يشك باشياء، بس اكو ناس راح ياثرون عليه، هي هنا هاي المصيبه. بالضبط بالضبط، هو لولا هالناس هي اصلا ما كان حدا امن يعني، وشيء طبيعي بهالوقت هذا الانسان لما يطرح الاسئله هي يجاوب عليها بمنطقيه، ولكن الوسط حواليه، الوسط اللي هو موجود فيه يعني بيكون له تأثير كبير بهالوقت. طب هالمرحلة هاي انت انشتيت نحو الإيمان، صرت مؤمن، شو صرت؟ تفضل. أنا هاي المرحلة طبعاً اتمسكت بالدين، صرت متدين، أطلع يعني الجامع بالمناسبة بالصف بالثانوية تقريباً، يعني بالثانوية صرت أقرأ دعاء بالجامع أو حسينية القريبة اللي كانت على بيتنا، وأذن بيهم يعني أذان وأقرأ دعاء وأعلم الوضوء والطهارات وأشياء عقائدية، ودخلت بالدين إلى أبعد يعني أبعد ما صور تقول هذا مو يعني. بدي أسألك عباس، ممكن تقدم لنا هلا شوي؟ تريد أذن لك يعني؟ يا ريت من أذن أتذكر مواقف وأشياء يعني، من تأذن ماكو تقول هذا الأذان اللي يقتل يعني باليوم ماكو، إذا تسمع أذان كأنما تسمع أنه انقتل شخص، فما أعرف شو أقول لك يعني، الله أكبر الله أكبر هكذا. بسيطة، ممكن نذكرك بأيام الجاهلية يعني. يا ريت لو على يوم الجاهلية ولا الإسلام. على هو عباس، تحكي لي يعني كيف دخلت الدين، إلى أي مرحلة وصلت بالدين، وكيف درست بالطوائف؟ يعني مثلا أنت قلت لي طلعت من الشيعة للطائفة الشيعية للطائفة السنية، وصليت على طريقكم، وكيف يعني
احكي لي الميكانيكا اللي مشيت فيها، ليش كيف وليش يعني، تفضل. تمام راح اتكلم لك. انا بالبدايه كنت قاعد او ساكن بمنطقه سنيه يعني ذات طابع سني، فاختلطت بالسنه اكثر، يعني شفت السنه يعني اكثر، بحيث رحت قمت اروح ويا اصدقائي للجامع نصلي وما اعرف ايش وهذا. فتعرف انت الاهل اتدخلوا قالوا هذا راح يصير سني، فخلنا نحاوله شيء قبل لا يروح النوبه ينحرف يصير يعني يصير كافر بين قوسين، او ينحرف يعني ما يتبع ولايه علي بن ابي طالب. فأنا تداخلت بالدين، يعني تداخلت أكثر بالدين السني، عرفت أنه شنو يعني السنة أو الديانة السنية أكثر جدية من الديانة الشيعية، يعني أكثر جدية ولا يعني الطائفة الشيعية. بس من رجعت للطائفة الشيعية وجدت نفسي أنه هو هذا الحقيقة، هاي اللي إيش اسمها ذولاك غلط، يعني هم أنا رجعت أنه كهذا الأمور. بعدين دخلت في فترة أنه أريد أكون صوفي، فما حاولت يعني ما هاي طبعا هاي بالفترة اللي شو اسمه اللي أريد أخرج من عدم الدين طبعا، يعني حاولت أنه أقرأ الكتب الصوفيين والتصوفيين، وحاولت أنه أفتهم أفكارهم، بس ما انسجمت، ما أفكارهم ما انسجمت على الدين. أنا أصلا اخترقت الهالة المقدسة، يعني الهالة المقدسة اخترقتها. أنت بسألك هون، هم في سؤال كتير مهم عباس، يعني انت حاولت تطلع مثلا من الشيعة للسنة او للصوفية، يعني في اسباب مثلا انه خلتك تشك بالمذهب الشيعي، خلينا نقول حتى حاولت تلاقي الحل او الاسئلة او الاجوبة بمذهب اخر، يعني شو اذا كان في شك، يعني شو هالشكوك اللي كانت عندك، شو هالاسئلة اللي كانت عندك؟ تفضل. يعني اغلب الشكوك اللي كانت، اللي قلت لك انا بالبداية كنت سني خوش وبعدين تحولت شيعي، فأغلب الشكوك اللي من دخلت بها بالشيعة، فشفت اللي يعني أصفن أقول يعني المذهب السني أكثر عقلانية من الشيعة، يعني صرت محير شون يعني أنا يعني ما قمت يعني شون يعني صح أنه أطبق الأمثلة مثلا، أعطيني أمثلة مثلا انه الاشياء الغير عقلانيه بالشيعة بالمذهب الشيعي لقيت عقلانيه بالمذهب السني مثلا، وامثله بس يعني عشان توضح الصوره. ابسط مثال يعني زياره القبور، هسه انت متجي السنه ترى عندهم هذا زياره القبور شيء يعني مو يعني بعلي اثم وعلي اشكالات وطارحين ايات بهذا الشيء. فاني ازور القبور الائمه اشوفهم يعني ما يسوي شيء ولا يحركون ولا يعني كل شنو الفائده انه انا زرت قبر امام وتبركت فيه وتمسحت فيه، بس هو ما له نفع، لان هو يبقى عبد من عبيد الله وانا همين عبد من عبيد الله، فكالعاده هو حاله من حالي خوش، وانا اذا اريد اقتدي به مثلا هيك اكون به، فما اصفن اقول هذا الشيء يعني ما كنت مقتنع به. هو اشياء يعني الخرافات الشيعيه يعني هاي اللي الأحلام وغيرها، إنه تحلم بإمام أو تلطم أو تروح تطلع مواكب وهيك أشياء، يعني هم يسوون أشياء هواي أشياء يعني تعرف. شو كانت نظرتك على اللطم؟ يعني أنا اللطم هذا شوي شغل لي بالي بصراحة، شو نظرتك على اللطم؟ تفضل. يعني أنا مجرب اللطم ولاطم ويعني فما أعرف، يعني أحس إنه جاي أذي نفسي لا شيء، يعني بس هيك جاي أذي نفسي يعني، فكل ما هناك يعني هيك جاي أحس حالة فوضوية أو أسميها مازوخية. اللي سامع بالمازوخية هي الإنسان ماكو إذا ما يلقى شيء يعذبه يقوم يعذب بروحه، يعني يوصل إنه نتيجة إنه لازم يعذب روحه نتيجة القهر والكبت اللي جاي يمر به هو، فيعذب روحه من أجل شخص، ولكن هو في باله إنه هو جاي يعذب روحه من أجل يعني إنه يعني شلون جاي يلطم على هذا الشخص لين فقده، يعني يضرب نفسه، وبنفس الوقت هو في حاله نفسيه تعبانه جاي يسوي هذا الشيء حتى يفرغ همومه. هذا نهايه نظرتي لا اكثر. يعني اكيد هو صاير من المشكله يعني عقل جماعي، يعني للاسف الشديد عقوبه جماعيه، عقوبه ذاتيه للنفس الجماعيه يعني، وهون بيضيع العقل التفكير المنطقي عند الإنسان للأسف الشديد يعني. طيب خلينا نروح لمراحل الشكل الحقيقية في الدين ذاته بالكامل، الدين يعني المراحل وصلتك لأنه
تنكر الدين وتعتبر الدين خرافي على الأساس. تفضل. ايه بسنة 2014 حتى حفظ التاريخ، بشهر الثامن اللي هو أغسطس، دخلت إلى الفيسبوك، يعني تعرف أنت، فدخلت الجروب من أحد الجروبات، يعني دخلنا إنه هذا جروب مال مثقفين وهيك شيء. كنت مهتم بقراءة الكتب، أنا من قراء علي شريعتي ومرتضى مطهري، وعلي الوردة كنت ما قاري له طبعا، بس يعني كنت بدايتي، انه بدايتي اللي اريد اقرا له. طبعا دخلت للجروب، تفاجأت سب وفشاير، وظل هي صافي شنو السالفه، اباوه يعني معقوله هذا النبي يعني هيك يعاملنا هاي المعامله، معقوله هيك؟ فالتفت روحي قلت لا، هاي مستحيل، لازم اروح اراجع، يعني اراجع حسابات، اريد افتهم شنو هاي. طبعا اسولف لك، انا جاي، انا صايم شهر رمضان صيامه، يعني كنت صايمه وداخل بهاي الجروبات، وكنت اريد ابحث يعني. فخلصت شهر رمضان، قلت يعني ماكو منها، لازم اشوف شنو الوضع. رحت سمع، يعني اعطاني احد الاقارب، يعني طبعا هو هم من ملحد، قال لي اقرا كتاب لعل الوردي اسمه مهزله العقل البشري. طبعا هذا اغلب الملحدين اللي العراقيين او العرب يعني بدايتهم كانت بمسألة العقل البشري، يعني هذا الكتاب يعني أنا أحسه وعاني أكثر. فمن قرأت هذا الكتاب انصدمت. شو الشغلات اللي صدمتك بهالكتاب؟ شو الفقرات الأساسية خلينا نقول اللي صدمتك بهالكتاب؟ يعني أشياء يعني من عندها أشياء الحجاب، يعني عن المرأة، عقوبات اللي يفرضها الإسلام، يعني وخصوصا يعني هواي أشياء، يعني مثلا يعني المرتد وغيره، ونبذهم عن الكفار، واكثر شيء يعني ما ارضي، يعني قلت لك لان الكتاب قاري من زمان، يعني قلت لك ما اتذكر شنو يعني مواضيع بالذات، بس هو اللي غير مجرياتي اكثر شيء، يعني اللي غير انه غيرني، خلاني بنظره يعني نظره متشككه اكثر بالدين. بعدين قريت كتب اكثر وتوعيت اكثر، يعني فهمت، يعني هسه راح اذكر لك الكتب اللي قريتها اللي نقذتني اكثر شيء. يعني دخلت شي حوارات مع الملحدين بهالجروبات ولا بس كنت مراقب؟ نعم، لا كنت داخل بحوارات، واساتذتي يعرفوني، وحاليا هم يدرون بي كل الزين. طبعا كنت هيك يعني كل نقاشات ونقاشات حاده، وانطردت مرات، يعني انطردت من الجروب، ودخلت بهواي حوارات، يعني كنت اللي طردوك يا مطرود، انا اكيد اكيد انا مساعمل لك بلوك كم مره يعني. لا كنت داخل بجروب اسمه اضاءات فكريه حره، اذا سامع بالمدير مالته. طبعا انا انشر باضاءات فكريه حره. تمام، هو هذا الجروب، وكنت داخل بجروب بيت الوجدان. طبعا بيت الوجدان الثقافه، هذا يعني تعرفه من زمان، يعني صحيح من اقدم الجروبات لنا تقريبا هذنا. بعدين من صرت يعني اكتشفت هذه الاشياء كلها، ماكو، اسست جروب انا مجموعه لحالي ويا اصدقائي هم هنا، وظلينا نهاجم الدين طبعا. يعني شلون انا بدي اياك تحكي لي بتجربتك مع الجروبات وانت مسلم، يعني شو اللي كان يغضبك مثلا وتدخل نقاشات مع الملحدين؟ شو كان مثلا ردك انت، تبريراتك خلينا نقول، لانه بنعرف تبريراتي، هل كنت مقتنع انت بردك مثلا لما ترد على الملحدين؟ شو الاشياء اللي كانت تنطرح عليك؟ يعني مثلا خلينا نقول بلغه المسلمين، الشبهات اللي كانت تنطرح عليك وكنت حاول تدافع عنها انت، شو هي؟ تفضل. يعني اول نقاش مريت به نقاش الحادثه مال غزوه بني قريظه. طبعا هاي الحادثه هي اكثر شيء اثرت بي، يعني اكثر شيء خلتني انه اشك بالدين واطلع من عنده. يعني هاي الحادثه كان نقاش ناشرته بنيه طبعا، ودخلت بوسطهم، فبقيت انه شنو يعني علقت انه تعليق، انه قلت لا انا يجوز ما اخلو من هذا الشيء، انه صح صاير هذا الشيء، بس اكو عهد وهم ناقضينه، يعني اليهود وش اسمه، وهم اللي ورطوا ارواحهم، يعني مو ذنب المسلمين.
وكنت دائما ادافع على الاسلام، يعني ادافع على الاسلام، يعني اقول هذا مو يعني بالوقت الحاضر ما ادافع على على رجال الدين، كنت معتدل يعني بالوقت الحاضر ما ادافع، بس ادافع على الاسلام اقول لا هذا اللي جاي يطبقونه مو هو نفسيته، يعني داعش كنت ما مقتنع انهم ما جاي يطبقون الاسلام، يعني هو اشياء يعني انه ادافع عليها استتر عليها، يعني خذ تجربة المسلم المعتدل طبعا، وهذا اخطر شيء، يعني اخطر وباء انا احسه يعني بال بال بالمسلمين. فيعني دخلت نقاشات هواي يعني كثيره، فكنت شلون اجج الوضعيه واخليهم بيناتهم اكو مؤمنين هم انا وياه يجون مثلا يسوي لي لايكات على الموضوع، واخليهم اظل اصفن على التعليقات، يعني اشوف التعليقات، اراجع معلوماتي، اشوف شنو هذا ايش كاتب، يعني كانوا يسكتوني دائما، يعني طبعا يعني ما اقدر احكي اذا يعطيك الدليل واضح فتسكت انت ما تقدر، يعني انا ما ارد يعني، فيقول لي ها رحت يعني شردت بعد ماكو، فاسكت انا بعد شو اسوي، ماكو حيله، يعني تتباوع انه انا داخل بهذا الدين وعرفه كل الزين، فانت متعطيني اياها جاي توعيني شلون الكبسه الكهربائيه من اعطيك اياها وانا قاري هذا الشيء اعرفه انا مو ما اعرفه، بس انت جاي تعطيني صحوه ضمير، يعني ضمير انساني جاي تصحيني، يعني متعطيني شلون مثلا كبسه كهربائيه تقول اصحى اصحى يا معود اصحى اصحى صحي ضميرك صحي ضميرك يعني بالضبط. في شخص بصراحه كان كاتب على جروب معاملينه الجهر بالالحاد، فبعت لي منشور صوره انا مسلم وما بعرف شو، يعني ما اتذكر بالضبط الصوره هي كتابه كلها، فكتبت له حتى موجود يعني في مؤخرتي الاسلام، فهو عم بيقول الاسلام موجود اه صح، هو عم بيقول انه فرعون قاتل الاسلام وبقي الاسلام وما بعرف مين قاتل الاسلام، دراكولا هذا شو كان اسمه تبع التتار، قاتلوا الاسلام وبقي الاسلام والاسلام باقي رغم عن انوفكم وما بعرف شو هالحكي، الانشاء الموضوع انشاء الطفول يعني بسوا موضوع انشاء يعني. كتبت له اكيد الاسلام باقي حتى في مؤخرتي يعني، طبعا باللهجه السوريه كتبت له اياه يعني. فكتب لي الله يهديك يعني هذا اللي طلع معه. قلت له قبل ما ربك يهديني خلي ربك يوقف قتل الاطفال يعني قتل الاطفال. قام كتب لي الله يمهل ولا يهمل لا تقلق الله يمهل ولا يهمل. قلت له طيب يعني شو هالضمير اللي خلاك تقول الحكي انه لا تقلق، لك حتى بان كيمون صار يقلق، فانت عم تقول لا تقلق يعني هذا الضمير. ايه ارد التفت لك النقطه طبعا. نقطه مهمه هسه مثل ما قلت هذا الشخص يعني اللي جاي يعني شلون يقول لك الله يمهل ولا يهمل. طبعا الاسلام يعني يستخدم لغه انه يخلي الشخص يعني يحاورك بطريقه اوتوماتيكيه، يعني انه شلون كان شايف تذكر هاي اللعبات من كنا صغار نلعبها تكوكها خوش ظل هو يمشي هاي اللعبه تمشي. فالاسلام شلون يعني اذا واحد يتمعن به ويدخل به زايد فيبقى شلون مثل الانسان الالي المكوك انه ما يعرف انه ضميرة على صفحة، عقل على صفحة، قلب على صفحة، المهم انه يمشي على هاي الخطوات واحدة اثنين ثلاثة. فشنو هو سوى جاي يبرر لك انه الله يهمل، الله يمهل ولا يهمل، وبعد شنو يعني لا تخاف انه يعني هو اشياء اصبر ان الله مع الصابرين وغيره، يعطيك بعد يعني بعد يعني شلون يعني يخذرك، احنا مثل ما نقول تخدير يضربك بنج ابرة بنج، هذا هيك يعني هواي اشياء هواي نصوص دينيه تحث على انه الانسان يبقى لازم يعني شلون مخدر، يعني شو كنت حتى لو تمر عليك بظلم وبقساوه وتمر عليك اتعس الظروف انت لازم تصبر، لازم ما تتكلم، لازم مثلا هيك لازم يعني شلون يريد يخشيك، يريد يخليك انه تبقى على هذا الوضعيه خوش. فاكو مقوله للسيد أحمد القبنشي إذا تعرفه كل زين، يقول أحمد القبنشي إذا وجدت الإنسان متمسك بالقرآن والسنة النبوية فاعلم أن قلبه قد جمد، خوش قلبه وعقله قد جمد، فانتهى يعني شلون يعني حتى
يعني اذا شفت لك انسان مثل داعش هسه اللي جاي يفكر يفجر روحه وجاي يعني الروح هي نفس يعني هي يعني ايش قد هسه هاي بالدنيا اللي احنا محظوظين بيها طلعنا ولازم نتمتع بيها ونرتاح، اكو احلى من يعني اكو احلى من الشعور هذا اللي جاي نمر بيه هسه احنا كأنه ما مولودين باحلى. يعني هو هذا يعني هو على مقوله شو اسمه ريتشارد دوكنز يقول، يعني يقول احنا القله المحظوظون ضد القله المحظوظون بالحياه ضد جميع الاحتمالات اللي مرينا. ليش ما طلعان؟ ليش ما طلعت حيوان؟ ليش ما طلعت شجره؟ ليش ما طلعت كذا؟ طلعت انسان، انا حظيت يعني بهاي الدنيا. فهذا جاي يفجر روحه في سبيل يعني شنو فكره يعني معينه دخلت بباله انه ها هي انتهت، انه انا افجر روحي انه احصل يعني على شيء بعالم وهمي ما اعرف يتوهم انه حور العين وغيرها وهكذا امور تتعرف انت. بالضبط بالضبط. يعني انا كان قصدي انه الانسان المؤمن هذا مثل ما قال احمد قبنجي يعني انه يجمد قلبه، فعم بيقول لي لا تقلق. لك يا زلمه يا رجل، يعني معقول لا تقلق؟ يعني قتل الاطفال عم تموت قدامك ولسه لا تقلق؟ يمهل ولا يهمل؟ طب متى ستقلق اذا بان كي مون صار يقلق؟ يعني اذا الامم المعرصه هي الامم المتحده صارت تقلق، وانت وربك تقول لي لا تقلق، يعني متى ساقلق اذا الاطفال عم تموت قدامي؟ لا تقلق. اذا بلادي تخربت عم تقول لي لا تقلق؟ وامتى يعني يمهل؟ وامتى وليش يمهل؟ يعني خليه خلصنا. يعني نحن هالعذابات الناس هي هالاطفال هي اللي عم تبكي مشرده جوعانه بالخيام نايمه. طيب يعني ايمت بده يتحرك ربك؟ هذا ربك القذر هذا اللي ما اللي بيتحرك مشان شعر مره ولا واحد عم بيشخ واقف على الواقف عم بيشخ بيشرب خمر. لا 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 اطفال ما بتتحرك. يعني تفضل تفضل، اسف على المقاطعه. واكو شيء ثاني اريد يعني بعد همين اضيفه، طبعا الحكومات والدول العربيه بالذات يعني شلون اثرت يعني استخدمت يعني اكو مقوله احنا ما دام كنت اسمعها انا سابقا يعني قبل لا ادخل العالم يعني قبل لا اتحول اكتشف الحقيقه اكثر. يقول شو اسمه حتى نسيتها ببالي، ما مضمونها انه الدين افيون الشعوب، اللي ماركس يقول الدين افيون الشعوب. بالفعل هو الدين افيون الشعوب. هو شنو؟ طبعا الحكومات جاي تستخدم الدين طبعا بتخدير العالم، يعني بتخدير الناس، يعني جاي تضيفها اكثر. هي مو المقوله ترى جت فعليه، يعني انه صحيح هو الدين موجود، ولكن شنو انا شلون استخدمه؟ انت تعال ارجع هسه السنه الخمسينيات بالقرن الماضي، شوف الاسلام بالعراق شنو كان. ترى ما كان شيء مهم. ارجع لي بسوريا، يعني ارجع لي بالسعوديه نفسيتها ذاتها، السعوديه اللي هسه حاليا تعتبر دوله الاسلام. خوش ارجع شوف شنو الاسلام كان بيها. يعني كان الاسلام مو ذاك القوي، ما كان يعني ذاك التاثير يعني قوي. هسه لا، هسه اختلفت الحكومات، بدها تستخدم اسلوب ثاني. قلت لك هذا هم يحتاجون الدين فنغطيهم. وحده من عندهم بزمن الحصار بالتسعينات، صدام حسين فرضوا عليه حصار الولايات المتحده الامريكيه بسبب غزوه الكويت، تعرفت هذا الشيء. سوى الحمله الايمانيه، اذا تتذكر اذا سامع بهذا الشيء، الحمله الايمانيه فصل الجنسيا الاطفال، يعني الاطفال يعني بالاول ابتدائي فصل البنات عن الولد، يعني انتهت انه ماكو مدارس مختلطه، احنا بلد مسلم. خوش جاب شيوخ صعدتهم على المنابر، جاب ما ادري شنو يريد، شنو يريد يذب الدين الفكر بالناس حتى عود يعلمهم على الصبر، انه احنا هسه حالين بوقت حصار، فمين يريد الشعب يقوب عليه؟ لان اذا شعب شلون يصير نار عليه ويطلع ثوره تختلف، يعني تؤدي الى شغلات هو يعني تكلفه اكثر مما هو اللي جاي يسوي. فيقول لك انا خل اخدر الناس اضربها بنج خوش حتى اخلص من عندهم. يصعد يجيب المنابر ويجيب ذول الخطباء ويجيب المعممين، فشنو يخدر بيهم؟ يقول للناس يا ابغى اضربهم مثلا، يحكي وياهم قل لهم اصبروا ما ادري شنو، وكلا كلا امريكا وكلا كلا اسرائيل وما اعرف شنو من هالحكي هذا، ذول دول كفار والغرب وغيرها، تمشي عليهم يضيع الاخضر واليابس، ما تعرف انت شنو، عادي الناس كلها تتبع. لان تدري انت اغلب اللي جاي يتبعون رجال الدين، مع احترامي يعني ما اريد اقول هذا بس مجبور انه انا احكي هذا قطيع انا اعتبرهم.
شو تعتبر؟ اعتبرهم قطيع، يعني قطيع مال اغنام جاي يعتبرون هذا الشخص يعني. صحيح صحيح، وللاسف الشديد يعني قطيع، يعني هالقطيع هم اهالينا بالنهايه يعني، ونحن همنا الوحيد نخلص القطيع من يد هالعرصات اللي بيسمون حال الشيوخ يعني. مصيبة المشكلة يعني، شلون يعني اكو واحد يعني انت جرحك بيدك، هذا لازم تداوي جرحك بيدك. فاحنا المشكلة يعني تباوع انت تصون لها يعني. يعني انا اخوان ايش قد يعني، اخواني طبعا ايش قد ضايقوني بال 2014 يعني، هي بالفترة اللي طلعت من عدم من الدين، ايش قد ضايقوني يعني، انطردت من البيت، تعرضت الى امور كثيرة. فما يعني ايش احكي لك يعني، واحدة اثنين. فيعني مريت بحالة نفسية يعني، يعني صار عندي اكتئاب يعني، يعني شهر كامل اني افكر يعني، افكر شنو شنو يعني، ليش هيك هم ما جاي يقتنعون، احكي وياهم ما جاي طيب يقتنعون. خلينا نروح على مرحلة انه قلت انا ملحد، احكينا على هالمرحلة هي، اقتنعت تماما انه الديانات خرافة، تفضل. تمام. طبعا قلت لك يعني، من بالفترة اللي كنت ادخل بها بالجروبات قررت انه اسد حسابي بالفيسبوك، وانه لازم اقرا كتب، لازم افتهم شنو شنو الوضعيه يعني. انا قارئ كتب الاسلام واعرف شنو متداخل بي، اريد افتهم الجانب الاخر شنو. طبعا هاي هم اريد اركز عليها واعطيها مثلا للاخوه المؤمنين اللي جاي يسمعوني. طبعا بالذات يعني انت من جاي يشك اقرا الطرف المقابل، هو جاي يقول لك هو نفسيته اكو جزء شيوخ دين انا سامحهم، ويقول لك اقرا لهم يعني، اقرا الطرف المقابل شوفه شنو هو، افتهم من عنده ايش تيجي هذا يعني، شنو شي يريد يوصل لنا من 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 رساله، خلينا نفتهم يعني، انا بدي افتهم من عنده. فبديت اول ما بلشت يعني بالدكتوره علي الوردي، فاول ما بلشت الدكتور علي الوردي صارت مرحله عندي انتقاليه، انه لازم ما يعني اكون مو متشدد، مو هذا، مو متعصب. صارت عندي اشياء هوايه كثيره انه هذا. بعدين طفره واحده قرات كتاب الشخصيه المحمديه للشاعر معروف الرصافي، طبعا هذا كتاب جدا عظيم، ويعني اتمنى انه يقرون يعني يقرون المؤمنين. فشنو يعني هذا الكتاب يفسر لك او يطلع النبي محمد على شو اسمه، اشوف انا ذكرت النبي محمد حتى تكون على هذا الترابط، اربط لك اربط لك هذا الشيء، فيطلع النبي محمد يعني على حقيقته، فجامع كل الادله وكل يعني كل الموجود يعني بالكتب التاريخيه الاسلاميه المعترف بها سنيه وشيعيه يعني، حتى لحد من الاخير اعطيك اياها. فكل شيء مطيك يعني، كل شيء جايب لك اياها بصوره غير مقدسه، قايل لك انه محمد هكذا هكذا سوى، هكذا هكذا سوى، ويعطيك اياها بالدليل القاطع. فمن راجعت الادله لقيتها مطابقه بالفعل صحيحه. هو الكتاب التاريخ مثلا، مثلا خلينا ناخذ على 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 فرض الاعتبار مثلا ابن كثير، ابن كثير شو يقول يعني، هواي اشياء مثلا يعني عنده يعني، من يعتبر مثلا وما ملكت ايمانهم، او يعتبر مثلا الغزوات يعتبرها شيء طبيعي يعني، هذا يعني شيء عادي يعني، وهي صحيح نحن نغزو يعني، كان الاسلام يغزو عادي يعني، شيء طبيعي. انت هذا الشيء بتقرا انت تضحك يعني، تقول شنو شيء طبيعي، ما هو المسلم من يقرا يعتبره شيء طبيعي يعني، باعتبار عادي يعني، كان بزمنهم غزوات وهاي، فلازم يعني هذا الشيء موجود انه يعني عادي يعني. فانت لا، الضمير الانساني يجي يصحيك هنا في هاي الحاله، الضمير الانساني يعطيك كبسه كهربائيه، تفتي منه شنو انه هذا الشيء جاي يصير غلط يعني، اكو اشياء غلط، اكو غلط، اكو يعني ما يصير تفرض دينك على شخص انه هو يعتنق غير دين يعني. انا ولدت يهودي، انت تجي تقتلني ليش يعني، ليش شو مسوي لك انا، انت شو عليك، انا ولدت يهودي مشكلتي، اذا تريد اذا تريد لا تعاتبني، عاتب ربك اللي خلقني هكذا، ليش ما خلقني يا مسلم، عاتب ربك. خوش فهواي امور خلتني يعني ادخل بالتفاصيل يعني، من عدها قلت لك ورا ما خلصت الكتاب رجعت قريت يعني للكاتب من محمد الايمان الى محمد التاريخ للكاتب العفيف الاخضر، هذا الكتاب جدا رائع يعني، انصح الجميع يعني، مسلمين ملحدين متنورين لا دينيين، انصح الكل بقراءه هذا الكتاب يعني، بس هيك اريدهم يطلعون عليه يعني، يشوفونه شنو. كتاب مكون من 200 صفحه او 160 صفحه هيك، ما اتذكر قد، يفسر شخصيه النبي على اصولها يعني، يقول لك هذا شنو هذا الشخص، ويفسره بعلم النفس طبعا يعني، فادني هواي هذا يعني، انقذني هواي هذا الشيء يعني، اختصر للطريق بين قوسين.
خوش. طبعا انا بهاي الفتره اللي جاي اتكلم لك عليها، عبرت الهاله المقدسه اللي انا اللي كانت ببالي عبرتها، ظليت يعني عبرت الدين، عبرت مرحله الدين، بس ظليت بشكوك انه انا انه صح انا لا ديني، ربوبي يعني الله موجود، لا هيك ظليت افكر انه الله، ويعني الله مو الله الديانات الابراهيميه، خلي اخصم لك يعني الله اللي هو اللي خلق الكون، اريد اعرف منو هذا الشخص، منو هاي الشخصيه المبهمه اللي ما موجوده، اريد اعرفها شنو 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 يعني هي اللي ليش هذا الشخص يعني بالذات انه ما وضح لي. فظليت همي انا اقرا كتب، يعني بالذات اكثر كتاب يعني اكثر كتاب متاثر به هو الكاتب ديفيد واس، علم النفس التطوري، هداني يا شخص طبعا وقريته، طبعا ظليت بي بال 15 يوم انا يعني اقرا على الدوام، هو كتاب ثخين يطلع هيك ثخنه يعني كلش ضخم. فابتديت اقرا عن يعني شو من الانفجار العظيم لحد يعني اخر شيء، وتفسير يعني ترابط الانسان مع شو اسمه مع الحيوان، وشون يعني يعني ضربها على نظريات داروين وغيرها اللي اشياء كثيره، وحلقات سلسله حلقات ريتشارد دوكنز هاي الموجوده مع اصل الانسان واصل الشرور وغيرها، هاي مالت الحياه الجنسيه غيرها، هي هواي اشياء يعني فادني. طبعا انا ما قاري ريتشارد دوكنز بس شايف يعني بالمقاطع فيديو عنه. تمام طيب يعني وصلت لمرحلة قلت أنا ملحد، بدي أسألك سؤال هون، شو الفرق بينك عباس المؤمن والملحد نفسيتك؟ يعني هلا كتير المسلمين دائما يقولون هالأطروحة الساذجة هاي إنه الملحد خاوي من داخله وأشياء من هالقبيل، بالفعل يعني ما فيها غير السذاجة، يا ريت تشرح له للمسلمين يعني الفرق بين العباس المسلم وعباس الملحد. شوف الثاني جاي اضحك طبعا، يعني جاي تلاحظ هاي السمايل هذا اللي بوجهي، يعني جاي اضحك من اسمع هذا السؤال، لان ليش كنت همي اتعرض لهذا السؤال؟ طبعا شو يقول شوف الملحدين، ترى الملحدين ما مرتاحين نفسيا لان هم ما عندهم دين، ويعني شلون هذول ما يفكرون لا باخرتهم، لا يفكرون بهذا، لا يفكرون بعذاب، لا يفكرون يعني ما يفكرون بشيء، المهم دنياهم دنيويين، فذول يشوفهم متكئبين، نهايتهم الانتحار وغير هاي، هذا الكلام اللي نسمعه يجي يطلقون علينا وابل من الكلام، يعني ما أصرف لك. فأرد أربط يعني هذا الشيء، شوف الضحكة هاي اللي بوجهي خلي يرسمها إنه هذا الشخص اللي المؤمن اللي جاي يشوفني، أنا كلش مرتاح راحة نفسية إلى درجة إنه يعني ما يعني شو أقول لك، هرمون الأندومين اللي هو هذا يحفز السعادة يعني ارتفع عندي أضعاف ما كنت مؤمن. من كنت مؤمن كنت مقيد كثيرا، مقيد بهواي أمور، يعني مقيد مو بس يعني مقيد، يعني حتى أنا أحس نفسي أنا مو إنساني، ماكو ذرة إنسانية بقلبي، إنه كنت راضي على هواي أمور جاي يصير. فمن اكتشفت يعني اكتشفت ذاتي، اكتشفت نفسي، يعني ضحكت، يعني ظليت فرحان. بالبداية صح كانت صدمة إلي إنه مستعجل شلون تنصدم انه انت من شلون مثل ذاك اليوم من عبرت لي من تكلمت وياك قلت لك لي اذا حبيبه تخونك، فشلون حبيبتك تخونك؟ ايش راح يكون بداخلك؟ راح تكون بداخلك يعني شلون يعني ثوره بدك يعني ضوج، يعني يعني تمر بكآبه، تمر بحزن. فهذا الشيء من تخلصت من عده ظليت مرتاح، حس مرتاح نفسيا، أتذكر المواقف والأمور اللي كانت تمر بي أضحك على نفسي، يعني أقول أنا شوف وين كنت هسه، لا اختلف وضعي، هواي أمور تبدلت، يعني هواي أمور. طبعا ما أريد أنسى، طبعا أكو فضل، يعني أكو ناس دخلوا بحياتي يعني خلوني أوصل هاي المرحلة، يعني لقاءاتي بالمتنبي بشارع المتنبي، طبعا ضليت أروح شارع المتنبي بعد ما اكتشفت هذا الشيء، ظليت انه كل جمعه يعني اركب سياره من كركوك اجي لبغداد حتى شنو اتواصل ويا اصدقائي اللي هم بشارع المتنبي، احب اوجه لهم تحيه يعني اصدقائي من خلال برنامجكم، واللي استاذ حج راضي، دكتور ميثم الحلو، ودكتور حسين الساعدي، وبعد يعني هواي دكتور عبد الكريم سليم،
واصدقائي انكسومري الموجودين هسه يعني هو يعني ما ادري انكسومري هسه جزء جاي يشاهدني، وخلدون البغدادي وابو حياه محمد وهواي يعني هواي اشخاص اثروا بحياتي، ستيفن هوكينج اللي هو موجود يعني على حسابي يعني موجود صديق المقرب طبعا، هذا من بعد ما قلت لك من بعد ما طلعت من الدين وطلعت من هذا اسسنا مجموعه خاصه بينا انا وستيفن هوكينج وبعض الاصدقاء اللي يعني مثلا دكتور اثيل الشالوجي وبعد اصدقاء يعني نخبه يعني كنا في يعني ما اسسنا الجروب يعني اسمه جروب تجمع غرباء لان احنا كنا هكذا الاحرار في دنيا العبيد، يعني بالفعل ان هاي المقوله يعني منطقه علينا احنا غرباء، احنا حتى ولو انه عايشين ببلدنا ولو كنا عايشين بين اصدقائنا واخوانا بس نبقى غرباء، لان شلون اولاد عيال البطه السوداء احنا ها بين قوسين هاي بدي اختصر لك يعني. بالضبط. وانا بصراحه كثير فرحان فيك اخوي عباس، وانا كثير فرحان انه شباب مثلك يفكر بعقلانيه، وبيكفي انه نفكر بهالخرافات هي اللي لا بتقدم ولا بتاخر، بالعكس هي دمرت بلادنا، دمرت ارواحنا من ذاتنا يعني بصراحه. طيب انا اصدقائي راح افتح السكايب بعد شوي، يعني بس دقيقتين راح افتح السكايب وراح اقرا بعض التعليقات الاخوه. يعني هي بصراحه السيستم جديد شوي، يعني كانت التعليقات تجي تحت الفيديو بس هلا صار كلها بشكل محادثة. صار في شخص اسمه الهدف القاتل او القاتل الهدف القاتل، هذا طبعا اول ما دخل لعنا دخل بالشتائم. بتمنى يعني نحن ممكن نشتمك اكثر، يعني على هو بس يعني توقف عن الشتائم وتتحدث بشكل يعني شو بالطريقه اللي بدك اياها ولكن بدون شتائم. يعني اذا بدك نشتمك اكثر، ونحن ما بنشتمك شخصيا، نحن رح نشتم دينك ونبيك بالذات. يعني طبعا الدين الاسلامي يدعو لكل شيء جميل، طبعا الدين الاسلامي يدعو لكل شيء جميل، قطع الرقاب وقطع الاطراف ونكاح الاطفال وسب النساء المتزوجات، هذا كله شيء جميل هو برايي. عم بيقول انتم ما بتحبوا الدين لانه يحرم الشهوات المحرمه، وانتم ما بدكم يكون في حاجز بينكم وبين هي الشهوات. دعني اجاوب عليه. يعني اريد اوجه لك يعني في كلمه، انت من تقول الدين اللي هو جاي يحرم، يعني شلون احنا نريد نزواتنا ونريد شهواتنا اللي جاي يضغرنا هذا الشيء. خلي اجيك بحادث يعني كثيره انه اريد اكشف لك، اريد اكشفها على الحقيقه قدامك، انه دينك هو ابو الشهوات، هو اللي يتبع الشهوات، هو اللي يريد يعني شلون يختلس من العالم، يريد يعني صح هو بالمقابل شوفه مقيد، ولكن هو جاي يتبع اشياء بصورة شرعية. هسه أول من عد يعني أول، إذا أنت كنت شيعي زواج المتعة، إذا كنت سني أنت زواج المسيار عندك، هذا الزواج اللي تعتبرونه يعني شو اسمه تعتبرونه أنه هذا حلال، تعتبرونه مؤقت، أنه هذا أبسط شيء، هذا ما شهواتكم. خوش على صفحة، خلي أجيك على 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 الخمس اللي جاي تبون المذهب الشيعي والزكاة. خوش من هواي أشياء يعني هواي أشياء يعني بيها ملذات، تحس انه بيها ملذات مربوطه باشياء كثيره وامور يعني كثيره من عندها يعني شو احكي لك، يعني سفره هي ممدونه بس ما احكي لك، يعني اغلب جاي تشوف اغلب الانحرافات، اغلب الشذوذ، اغلب الجرائم الجنسيه اللي جاي تصير بالعالم كلها ماكو تصير في الدول الاسلاميه بالذات. يعني انتبه على حالك حبيبي، اريد افهمك انه اغلب اللي جاي يصير، قبل يومين انقتل شخص من اهالي كربلاء في العراق، قتل بنت طفله اغتصبها وقتلها. خوش ليش شنو هذا السبب؟ ارجع لنفسيته شنو هذا كان. طبعا بالمناسبه هذا الشخص مؤمن وملتزم وغيره وغيره من الكبت هذا اللي هو يعاني به. زين احنا هنا هسه انا باوروبا، انا عايش بالسويد، انا جاي اشوف هسه قدامي، جاي اشوف نسوان عراية، وجاي اشوف يعني اشخاص يعني جاي يمارسون طبيعتهم يعني بكل حريه، ما حد يقول لهم على عينكم حاجب ولا حد يحاسبهم انت ليش وليش رايح وليش جاي وليش هيك لابس لبس وليش
ما يحاسبه ليش؟ لأن هي الطبيعة هي هيك يعني، إنه ما حد إلا دخل بالثاني ولا حد يفرض رأي على الثاني، بينما أنت بدول الإسلام ما تقدر مقيد بأي شيء، ما تقدر تسوي إنه شنو اللي أنت واقف إنه على أشياء مو إذن دينك مانحة وأنت تريد تسوي هذا الشيء، بس المجتمع جاي يمنع جاي مو يعني أنت تريد تسوي شيء بس دينك والمجتمع يفرض عليك إنه ما تسوي يعني ما سوى الأشياء خوش. فكن عقلاني، فكر بعقلانية أكثر. إذا إحنا ندور على الملذات والشهوات موجودة بدول الإسلام موجودة، ونقدر نسويها، نقدر نلبس عمامة ونقدر نلتحي، وأقدر أنا أضحك عليك وأخذ من عندك فلوسك بحجة الإسلام وحجة الجهاد، وأقدر أضحك عليك أخليك تصير انفجاري وانتحاري، وأقدر كل شيء أسوي بيك خوش، بس أكو ضمير إنسان بداخلنا. ألو طبعاً علاوة بس تساوي الميكروفون ميوت لأنه بيعطي الصوت لما بس من الصفحة من فوق عندك بالشاشة فوق في الميكروفون تساوي ميوت. دقيقة هذا تسمعني أنت هسه حاليا؟ أنا أسمعك تمام. على كل في خلينا في واحد اسمه أمر نازل بالملحدين يعني. طيب وام نبيك كمان ولا يهمك. طيب فيك يعني احنا استاذنا العزيز انا ما اريد دقيقه واحده اشوف اذا في عنا اسئله. هو ما في غير الشتائم عند انا اريد اوضح لهم فد معلومه يعني، هم اللي جاي يشتمونه وجاي يتكلمون عنه يعني بلغات بذيئه وكلام يعني جارح. اولا انا ما اشتم يعني، حتى لو توصل عندي يعني الفكره انه اريد اقنعك ما اشتم ترى، خلي يكون ببالك اذا اريد اوصل للنتيجه انه انا ترى لا اعترف لا بالله ولا بالكعبه ولا بنبيك ولا باي مقدس انت تعترف به خوش، واللي تشوفه انت مقدس غيرك يشوفه مدنس، انا اشوفه مدنس هذا الشيء ما يهمني، فما اشتمه. خليك كن عقلاني وهادئ ويانا، لا تشتم، خليك هادئ وافتهم من عندي قبل لا تشتمني، لا تكون لغة الحوار بينك وبيني الشتائم، خلي أنا أتحاور وياك وخلي أصح الضمير الإنساني اللي بداخلك إذا عندك ضمير. هو المشكلة بتعرف عباس إنه هو يعني الرجل هذا مثل الببغاء يعني، هو يعني الشتائم هي إجت بقرآنه، القرآن هو أكبر شتائم يعني، إذا دخلنا بالقرآن بتلاقي الشتائم يعني نبيه أكبر شتائم في التاريخ يعني. ما شفت أنا رجل مثلا في سدة القيادة، خلينا نقول في سدة قيادة المجتمع، يقول أعدوه هن أبيه يعني، ولا تكنوا كمان، مو بس أعدوه هن أبيه ولا تكنوا. فمسألة الشتائم هي مغروسة في دمهم يعني، لما تكون مسلم ستكون شتاما مهما كان. على كل يعني ممكن نحن نشتم، ولكن لن نشتم شخصك أنت، سنشتم اللي علمك الشتم، نبيك بالذات، العرصة الكبير هذا أبو قرون، نحن بالحلبي بنسميه أبو قرون، نبيك أبو قرون هو الشتام الكبير، هو العرصة الكبير. فيعني كثير سهل علينا نشتمه يعني، كان ما في مشكلة. على كل بمناسبة الشهوات أصدقائي، أنا فتحت سكايب وممكن في أي لحظة اللي بده يعمل مداخلة أهلا وسهلا، اللي بده يكتب أسئلة كمان أهلا وسهلا. وطبعا السكايب موجود بالدسكريبشن تحت الفيديو jan.burro2. يا ريت تتصلوا فينا وتعملوا مشاركات حتى تمنوا الحلقة ونقدر نتناقش نتواصل مع بعض. على كل مسألة الشهوات يعني، مسألة الشهوات الإسلام فتح باب الشهوات إلى أبعد الحدود. نحن الملحدين ما في ملحد متزوج اثنتين يعني، فالملحد متزوج واحدة. يا أيها الذين آمنوا إنا حللنا لك، يا أيها النبي إنا حللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت إيمانك. يعني هاي ماكو شيء يعني، يعني اذا ما تتصور نفسك انت شخص خوش تريد بنيه، والبنيه هاي تجيب عليك فد 4-5 وياك خوش، وبنفس الليله تنام وياها ويا يعني شلون يعني انت واربع اشخاص وياك وتنامون على بنيه واحده، فتصور هذا الموقف بيك يعني شنو هذا الشعور اللي جاي تمر بيه يعني
خلي يفكر المسلم انه ليش ما يصير الزواج للرجال متعدد همين، النساء عم تاخذ يعني المرأة تاخذ فد اربع رجل، يعني ليش بس الرجل ياخذ اربع نساء؟ ليش يعني ليش اسم هاي ما ملكة ايمانكم وزواج المتعة وغيره وغيره وزواج المسيار؟ يعني هاي مو شهوات مو لذات. انت هسه شفت لك ملحد متزوج اثنين لو ثلاث نسوان، شفت لك يعني هسه ابسط الامور ما نريد ناخذ يعني هسه اقول يا الزواج على صفحه، هواي امور كثيره انه بيها ملذات وبيها شهوات يعني جايه تحت، يعني ماكو توصل عندك درجه الدناء انه تبني على 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 مثلا قضيه زينب بالجحش، يعني اللي هو يصير زيد ابنه بالتبني وطلق زيد من عنده، طبعا فر للعبة سواء للعبة نبي محمد، وخلى زينب تطلق من شو اسمه من زيد. خوش بعد في معنى اتصال من الأخ سامي. حبيبنا سامي، أنا أخذت المسج تبعك على الفيسبوك وبصراحة رجعت بعت لك مسج بس ما بعرف شو صار. المهم أهلا وسهلا فيك أخي سامي، تفضل. مرحبا أخي جان، ومرحبا ضيفك الكريم. أهلا وسهلا. أنا حابب نتكلم على اللي يقول الإسلام يعني مليح وكل شيء سلام. يا أخي الإسلام يا نكاح وانكحوا ما طاب عليكم من نسائك معروفة، ومرأة المؤمنة وهبت نفسها للنبي وإن أراد النبي يسكحها خالصة لك من غير المؤمنين، ويعني كثير. وزينب بنت جحش اللي حكى عليها الأخ عباس، ولما قضى زيد بها وطرا زوجناكها. بقراها يا مسلمين وشوف تفسيرات لكل قرينة الآية اللي قبلها والبعدها والقرطبي وابن كثير، يعني زوج مرت ولده بالتبني، مرت ولده زيد بن محمد. واغتصب عائشة عمرها 6 سنين فأخذها التسعة وبنى بها التسعة، ويعني ثم كثير حاجات. وثم حديث على طول عمر اللي فات صلحته، أنا غلطت جزء في النمرة الحديث على خالته خولة حصير مش في المدخولات معرفة، غلطت في النمرة وقو يعني عمل حويج المتيش اقتل ذبحها عصماء بنت مروان ومعروفة واختل أم قرفة، يعني كثير حاجات من أجل نخلقكم رسول. يقول لي تعبدوا في رسول برقى رسير نبوي لابن هشام المقبول على ابن إسحاق، حتشوف يعني حاجة ما تدخل عقل. يعني والله واحد يقرأها إلا المهبور يقرأ الإسلام، إلا المعنف اللي كان تقرأ السيدة بخاطر ما تعرفوش أنتم يا مسلمين محبتي معزي لكم، لكم تعرفوش الدين حتى أنا ما كنتش عارف الدين قبل، فهمت علي؟ لكن الآن عرفته، قريت السيرة النبوية ابن هشام، قريت الصحيحين، قريت القرآن إلا ملحد اللي قريته بكل، يعني والله كنت أقرأهم 99% ما يقول في الإسلام. يكتبوا عليك الشيوخ هذا يحبوا يجملوا الإسلام، يحبوا يعطوها يعني يجملوا، هم هنا بيجملوا الإسلام. أنت مش تشوف تشوفهم هم، شوف الفيرسي أوريجينال يعني الكوبي نتاع يعني القرآن والصحيحين وكل. فلهذا ما يقولش الإسلام، قطع الرقاب والضرب فوق العناق، يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، جلد رجم واقتلوهم حيث وجدتوهم واحصروهم واقطعوا كل أبان على الأصابع وجلد ورجم. يا أخي هذا مش دم صاحبي، إذا كان مش هذا الدم لا قوليش وين الدم، فهمت؟ وشكرا وتحياتي لكم وإلى السبت أظن عندي، فهمنا السبت أظن. شكرا عزيزي. شكرا شكرا كثير لك أخي سامي، وأكيد أنا راح أراسلك بعد الحلقة راح أحكي معك، وبتمنى بس تكون موجود مشان أحكي معك ونتفق على حلقة مع الأخ سامي. وأخيرا أخونا سامي سوف يجهر بإلحاده أمام الجميع ورغم أنف الشيوخ العطسات المسلمين. شكرا أخي سامي. شكرا أخي عباس، أي تعليق أي تعقيب على الأخ كلام الأخ سامي؟ طبعا كلام الاخ سامي كله ما حكى شيء من جيبه، طبعا احنا عندنا مثل العراقي ما اتكلم شيء من جيبه، كل اللي يتكلمه موجود بالقران وموجود بالسنه النبويه ومطروح، حتى شيوخ الدين هم يطرحونه على المنابر. فاتمنى المسلم ماكو يفكر بعقلانيه، يفتهم انه ايش جاي يتكلم هذا الشخص، والقرآن زي يتكلم يعني شنو القرآن. هسه أنت أقرأ القرآن، ماكو أقرأ القرآن بتفاصيله وشوف التلونات بالقرآن، والقرآن حمال أوجه خوش، شوف التلونات، شوف الآيات، شوف يعني تقرأ صفحة تقلب صفحة تلقى اختلاف عن هاي الصفحة اللي جاي يتكلم بها.
اقرأ القرآن المدني، اقرأ القرآن المكي واقرأ القرآن المدني، شوف التغيرات الجذرية اللي بالقرآن المكي وشوف التغيرات الجذرية بالقرآن المدني. شوف القرآن المكي ماكو قرآن إسلامي كيوت خوش اللي هو لكم دينكم ولي ديني وغير هاي الآيات اللي يعني اللي كان محمد محاصر بيها طبعاً، إنه جبر إنه لازم يتكلم هذا الكلام طبعاً بمساعدة ورقة بن نوفل وسلمان المحمدي اللي هو سلمان الفارسي قرب من عند النبي سماه سلمان المحمدي. فهواي أشياء أمور إذا ترجع الأخ المسلم ارجع للقرآن مالتك وتابع شوف شوف شنو ارجع اقرأ من الغلاف للغلاف، مو تقرأ قدسية، لا تقرأ جودة، لا تقعد تجود القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وطلت، لا اقرأ بعقلانية، خلي عقلك خوش ولا يكون واحد يغرك يقول لك لا انت لا يصير تفسر هذا الشيء، اكو غيرك اكو علماء يفسرون، انت فسر اذا تقدر انت فسر، هو قرآن خوش نازلناه قرآن عربيا بعد هو جاي يقول لك نازلناه قرآن هو عربي يعني لا تاخذه بغير شيء، اقرأ هو قرآن عربي بدي اشوف يعني وين توصل وياك، اقرأ الأحاديث، اقرأ السيرة النبوية بدون قدسية، شرط بدون قدسية، من تقول محمد لا تقول صلى الله عليه وآله وسلم أو صلى الله عليه وسلم، لا تقول هاي المقولة هاي ماكو، اقرأ النبي محمد وبلش، اقرأ شوف، لا تحاول أنه تزيل القدسية، حاول جرب مرة واحدة بحياتك أنه تشيل القدسية، أنه تعيش إحساسنا، وارجع شوف اقرأ، قول مثلا جرب، إذا شفت شيء غلط وشفت شيء يعني ما بتناسق بكلامنا تعال عاتبنا تعال سبنا واغلط علينا وانا استحمل هذا الشيء، بس كل الموجود موجود بالقران وبالسنه مثل ما تكلم الاخ العزيز اخ سامي وهسه يعني اطرح لك يعني هواي يعني هواي شغل يعني هواي امور هسه مثلا هنا عندنا هسه لغه التهديد بالقران شو يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وهاي كم الايه يعني شوف قل أئنكم لتكفرون شوف اللغة مالت الحوار مالت القرآن أئنكم يعني شون تهديد هدك يعني هددك شون ترهيب يعني إذا صدق أنت ما تسوي هذا الشيء يعني شون يعني إذا ما تسوي يعني راح أسوي لك غير شيء طبعا يعني أعذبك بالنار أحرقك هيك أسوي لك خوش يقول خلق الأرض بيومين خوش وقدر فيها قوتهم في أربعة أيام هاي الأرض خلقها بيومين وقدر أقواتها بأربعة أيام وبعدين يمشي شو يقول فقضاها سبع سماوات في يومين سبع سماوات بيومين يعني هسه الأرض خلقها بيومين وقدر قوتها بأربعة أيام هسه ايش قد صار نحن هسه نحسب ستة أيام وياي خوش وبعدين سوى ايش قال 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 فقضاها سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينها السماء الدنيا بمصابيح نعم نكفر أنا تمو تقول قل أنكم تكفرون نعم أكفر أنا ما أكفر بإله أكفر بإله يخلق الأرض في يومين خوش ويخلق مليارات المجرات وغيرها ومليارات اللي إحنا مجرد درب التبانة ذرة رمل بكيلة من شلون من التريلة من الرمل هذا ذرة رمل بصحراء أرض أوصف لك يا مجرد درب التبانة يعني هاي تخلق الأرض بيومين يعني عجيبة غريبة وهاي درب مجرات وهذا الفضاء اللامتناهي ماكو تخلقها بيومين ما صاروا لها دائرة يعني هواي أمور إذا تريدها علميا هواي أمور علميا ما جاي تتناسق يعني هواي أمور يعني كثيرة ضربت لك مثل بسيط خوش لغة التهديد بالقرآن والخلق هذا يعني مالت اليومين هاي ما جاي استوعبها ما جاي تستوعبها ولا راح تستوعبها يعني فمعنى اتصال من الاخ حكمت اخي حكمت اسفين على التاخير تفضل اخي حكمت تسمعني اظن الاخ حكمت فقدناه طب انا راح ارجع اتصل فيه ممكن في مشكله عنده اخي حكمت طيب على كل الاخ حكمت راح يرجع يتصل فينا انا بدي اسالك شو عندك رساله خلينا نقول للدواعش اذا في عندك رساله للدواعش شو بتقول لهم للدواعش الحاملين هالسلاح هذا وعم بيقتلوا بالناس وعم بيدبحوا بالناس على اساس طيب معنا الاتصال من الاخ حكمت خلينا نشوف الاخ حكمت أخي حكمة تفضل عفواً انقطع الخط ما أدري
ولا يهمك ولا يهمك، تفضل اخي حكمت. حبيت طبعا طبعا حكمت، بس دقيقه واحده، انا احب اعرف على الاخ حكمت، والاخ حكمت مفسر القران ابن كثير، وطبعا بكره يكون راح يكون له معنا حلقه عن ايات ارهابيه، والاخ حكمت كان معنا قبل المره مجاهر، واخ حكمت طبعا على قناه جسور له سلسله عن الخرافات الاسلاميه. تفضل اخي حكمت مفسر القران ابن كثير. تفضل. حبيت اسلم عليك وعلى الاخ عباس واشد على ايده ونقول له انه احنا وياك وفرحانين بيك وفرحانين بالشباب اللي جاي يظهرون، احنا مع بعض راح نكون قوة نقدر نهزم الفكر الالحاد والتطرف، عفوا التطرف والارهاب اللي التطرف والارهاب راح نقضي عليه مع بعض، لازم نكون ايد وحدة، ويعني اتمنى لكل الخير والموفقيه، وادعو كل الشباب اللي امثال الاخ عباس انه عندهم امكانيه انهم يجرون وماكو عليهم خطوره، خليهم يجرون سواء كانت بالصفحه الجار او مع الاخ جان يطلعوا على معها بالقناه، يعني اذا ما في عليهم خطوره خليه يطلع ويشوف الناس عددنا الحقيقي، انه احنا المستقبل والخرافه والاديان راح يكونون الماضي. بكل تاكيد اخي حكمت، بكل تاكيد الخرافه بلش، يعني هو الخرافه يعني ما لا اجرين اصلا توقف، ولكن بعض الشيوخ العرصات هذول هن المؤفين على اجريها في بعقول القطيع للاسف الشديد. اخي حكمت اذا في عندك اي اسئله او اي تعقيبات او اي مداخلات تضيفها تفضل. حبيت اسال عباس انه هل الوقت اللي كان به ملتزم بالدين وحاليا يعني شنو الفروقات الجوهريه اللي صارت عنده نقول بالحياه، يعني الفروقات اللي صارت من لما كان ملتزم وحاليا ما عدا اللي قال اني سمعت انه السعيد هو شيء عرفه، يعني بصوره عمليه تفكيره بكل الامور يعني صارت اختلفت عن قبل. ماشي اخي حكمت، شكرا كثير حكمت. طيب تفضل اخي عباس، شو مع السلامه، شو الفروقات الاساسيه اللي صارت معك بين الحاد ايمانك والحادك، يعني غير السعاده او الشيء الروحاني خلينا نسميه اللي صار، شو هي طريقه التفكير نظرتك للحياه خلينا نقول. تفضل. بالبدايه أرد أقول لك فد نقطة، أرد أوصف لك يا أنت إذا تتمشى بوادي، الوادي هذا يعني بنصه أنت بس جايت ما على الجبل فوق الجبل، إذا تصعد فوق الجبل تشوف الوادي وتشوف اللي جاي يتمشون جواك، يعني أنت فوق الجبل. أرد أوصف لك حال الملحد ماكو أو المتنور يعني أو الكائن سواء كان لا ديني مثلا فرضا ما رجع يعني نهدده نقول بس ملحد، حال اللا ديني مثل اللي صاعد فوق الجبل وجاي بص على الناس يباوع عليهم، يعني شلون يشوفهم شنو هم، يعني يصير لك فد يعني شلون يصير لك فد معلوم، يعني يصير لك فد شلون خبرة بالحياة، خبرة بالتعامل مع الآخرين، خبرة من كل الجوانب طبعاً، يعني من كل يعني شلون توصف لك مثلاً يعني خبرة بأي شيء تعرفه يصير لك خبرة بهذا الشيء، تصير متطلع أكثر، تصير يعني رجل عقلاني مو رجل ذا خرافة وأشياء يعني تبعدك عن أو أشياء توهمك إنه هالشيء موجود هو ما موجود، يعني تخليك إلى تنقيك تطلع ترجعك لأصلك الحقيقي إنه أنت شنو ولدت، إن ولدت ملحد، فراح ترجعك لأصلك لولادتك الحقيقية، يعني أنا أعتبر ولادتي طبعا ولادتي يعني بالنسبة لي مو تاريخ ميلادي، لا أعتبر تاريخ ولادتي هو يوم تقريبا يوم 25 8/2014، يعني أعتقد بهاي التاريخ أنا يعني عرفت نفسي إنه أنا ملحد، يعني هاي هي انتهت.
فهذا اعتبر تاريخ ولادتي. اما ذيك السنين الفاتت اللي قضيتها بالدين وصلاة وصوم واعتكاف وغيرها، هاي اصلا يعني انا اتندم عليها واتحسر وافرح من اشوف يعني اشخاص اصغر من عدي يعني عابرين هذا الشيء، يعني عبروا مرحلة الدين وعبروا هاي المراحل. فخلاني يعني شلون خلى يعني طلع الجوهرة، نظفني الإحاد او الطريق هذا نظف، طلعني يعني طلعني انسان يعني خالص، يعني انسان يعني احب الإنسانية، احب الحياة، ما اقبل انه اذا اشوف شخص يتعارك ويا شخص على مود يعني دينه ومعتقده ما اقبل على هذا الشيء، اكون لطيف مع الاخرين، احترم الاجناس الإنسانية تبي يعني بجميع تفاصيلها بكل شيء، يعني يعني ما افرق بين هذا الشخص، يعني هذا اسمر، هذا لون ابيض، هذا اشقر، هذا بني، احمر، ازرق، المهم انه كنا يعني من مخلوقين من نفس، تقدر تقول من نفس الجنس، من نفس الفصيله، كنا احنا يعني تحت جلودنا يربطنا عامل هو الانسانيه، وخلاني افكر بهواي امور يعني يعني اكثر انه اكون متطلع، اكون مسؤول، يعني يعني عقلي كبر، يعني يعني اشوف انا اشخاص، يعني قلت لك ذاك اليوم من اتصلت بي قبل فتره، يعني اشوف شخص عمره تقريبا 16 سنه وهو ملحد، فكيف تفكيره هذا يكون؟ يعني 16 سنه وهو ملحد، فمن يفكر يعني من احب انا اسولف وياه، احب يعني اتكلم وياه واقعد احكي وياه، ارد افتهم شنو هو، يعني افتهم شلون هو فاهم الحياه، يعني شلون يعني بهذا العمر هو عقله مثل عقلي ومثل تفكيري. وتقريبا هسه جميع الـ يعني الـ الاختلاف ماكو، ارد اوصل لك النقطه، يعني خلي يكون ببالك الاختلاف باصحاب الاديان وبالمؤمنين، الاختلافات تصير بين اليهوديه وتصير بين المسلم وتصير بين المسيحي وبين يعني بيناتهم هم نفسيتهم الاديان الابراهيميه وغير الاديان، يصير اختلافات كثيره، واحد يقتل بالثاني الا الملحد، الملحد ما مختلف، يعني يعني من يعني هو ها هي انت توصل مرحله عقلانيه انه ان انت تفكر نفس ما انا افكر استاذ جون، انت انا افكر نفس ما يفكر استاذ حكمه اللي خابرنا هسه، انا افكر نفس ما افكر فلان شخص لا دين، يعني كنا نفس التفكير ونفس نفس النضوج ونفس التعامل، ونفتهم شلون يعني شلون واصلين المراحل اكثر يعني تقدميه، يعني مو مثل غيرنا، فيعني اكيد مرتاح ونفسيتي مرتاحه، واتمنى يعني من الاشخاص الشباب اللي خصوصا مرحله الشك هاي يعني يعني اجتازها بسرعه، يعني لا تبقى انت اذا تبقى راح تضيع هاي الاوقات، تضيع يجوز يعني شو اقول لك، تضيع سنه سنتين من عمرك، اجتاز هاي المرحله، حاول يعني تتخلى عن هذا الشيء. بكل تأكيد يعني أنا أحب أؤكد على كلامك أخي عباس، إنه الإنسان اللي بصل لمرحلة من العقلانية بفهم الحياة بشكل طبيعي، كيف تكونت الأرض وكيف بدأت الحياة، وبصل لمرحلة إنه يفهم طبيعة الحياة، ارتاحت نفسيته، فممكن يشتغل على هالأساس هذا بدون توكل على غيبيات والله كريم والله بخيل والله بطيخ والله والله والله، كل يعني كسله يرميه على الله، فيصير إنسان كسول غير منتج. يعني خلينا نشوف مثلا بالفرق بين الشعوب الأوروبية اللي لا تتبع أي خرافة وشعوبنا الكسولة المعتمدة على هذا الإله الخرافي الوهمي، شوف وين وصلوا، يعني فرق شاسع صار بالحضارة، فرق شاسع، يعني ما بنقدر نلحق ركب الحضارة إلا إذا تخلينا على هالخرافات هي والتوكل الخرافي هذا. أنا أسألك سؤال، يعني كثير المسلمين بيطرحوه على الملحدين، إذا التقيت بإله شو بتقول له، شو رسالتك لهالإله إذا التقيت فيه؟ نفترض مت اليوم وصحيت شفت إله، شو بتقول له يعني؟ تفضل. هو هسه احنا انت قلت نفترض، طبعا يعني احنا هذا الشيء اصلا يعني عابرينه، فراح اتكلم اني حسب عقولهم، وهذا يعني اريد اذا التقيت بإله اريد اواجهه بعدة اسئلة، طبعا ما يسعفني الوقت انه اذا اتكلم لك واحدة مئتين، بس ماكو غير شيء واحد بالنهاية اختم، بعد ما اواجه هاي الاسئلة بالنهاية اختم شغلة واحدة، ابصق في وجهه، بس ابصق في وجهه، هاي انتهت،
ها هي يعني هذا بعد ما اطرح عليها الاسئله وكم من نقاش فيها ابصق وجهي وادير وجهي واطلع وين تريد تذبني بالنار بالجنه ذبني وين تريد تذبني ذبني هاي اذا اكو اله بالضبط يعني هو بس يعني افضل شغل انه ولا يا مجرم يا واطي يا ندل يلي سمحت بقتل الاطفال تفضل اقول لك يعني هاي منتهي من عندها هسه ارد ادخل لك بموضوع طبعا انا كنت محضره ذيك الساعه من قلت لك ارد اربط لك قضيه النبي وليش انا سميت النبي بالذات النبي محمد ما اقول محمد ارد اقول النبي محمد طبعا اغلب المغالطات اللي جاي يصير اكو مغالطات بعض يعني بعض الملحدين يعني يقولون محمد كذاب مو نبي لا محمد نبي يعني انا وياك اجي انه محمد نبي حاله حال الانبياء السابقين حاله حال يسوع المسيح حاله حال موسى حاله حال انبياء بني اسرائيل حاله حال الانبياء اللي غيرهم يعني هواي انبياء يعني مره واحنا تشوف عندنا ما ادري كم نبي ما ادري كم ديانه وما ادري كم حاله حال البقيه هو نبي حاله حال اي انسان حاله حال اي شخص مصاب بالهذيان مصاب مصاب بامراض عده مصاب بالبيدوفيليا مصاب بال يعني امراض الهذيان المقدس وهذيانات يعني كثيره يعني هو يعني مصاب بالانفصام الشخصي اكو شخص يتحاور وياه طبعا ما من المستحيل يعني اكو هواي امور مرت فتره محمد خصوصا طفولته عانى من عده هواي محمد عانى من امور كثيره يعني والدته ماتت وهو ما ادري بيا عمر وبعدين تحول بيد المرضعات وصار بيد حليمه السعديه وغيرها خوش وتعرض الى اضطهاد يعني كثير يعني بين المرضعات مر بظروف نفسيه وعوامل خلته توصل الى حد انه شنو ينتقم الانتقام روح الانتقام انتهت بعد صح كانوا يوجهونه ورقه بن نوفل وسلمان الفارسي وبعد اكو شخص يهودي اعتقد هم كان يوجهه هذا هذول يعني اذا تجي الديانه الزردشتيه ماكو الطهارات مالت الاسلام نفسيه الطهارات بالديانه الزردشتيه تعال اجيبك الهواي امور اكو هواي ترابط سلمان الفارسي كان زردشتي الديانه كان يعلم محمد للطهاره تعلم الاشياء كثيره خوش ورقة بن نوفل قس معروف في مكة يعني كلها تعرف يعني هذا الشيء خوش تعال اجيك يعني هواي اشياء امور انه يعني علم محمد انه يتخذ خطوات ومن بعد حتى روايات تقول من بعد ما مات ورقة بن نوفل يقول كاد محمد ان ينتحر يعني فقد يقول مات الوحي هو يعني راح الوحي يعني هذا تختفى هو كان يعني محمد شخصية يعني بنفس الوقت انا ما اريد اقول انه هو يعني شلون يعني هو بنفس الوقت غبي وذكي وانسان انفصامي انسان يعاني من عده امراض يعاني من هواي يعني يعاني من الشذوذ يعاني من كل شيء بس يعني اريد اوصل لك النقط انه خلى الوضع على ما هو عليه الان يعني قلت لي داعش توجه له رساله هاي الاشياء الكثيره يعني خلى يعني مخلفات محمد هسه وصلت يعني مو مخلفات محمد اللي هو الإسلام نفسي تهسه اللي جاي تبغونه داعش نفسي تمطبق حرفيا بالقرآن موجود كما هو شكو شيء أتحدى واحد هسه ماكو من خلال هذا حوارنا ومنها أتحدى أي واحد هسه أتحدى أي واحد ماكو يقول لي الإسلام ما جاي يطبق داعش جاي يطبق الإسلام بحذافيره انتهت هذا الشيء يعني ما بتنزل يعني انا قطع اليد والسارق وغيرها والزنا ورجمها واللواطه وحكم وغير هواي احكام مرت علينا وشفناها امام عيوننا خوش وبالذات انا يعني من فتره دخول داعش يعني ماكو يعني شفت الاسلام الحقيقي هذا هو اللي جاي يطبقونه يعني نفسي ماكو اختلاف اي اختلاف جذري بالموضوع كل ما هناك جاي يطبقون السنه والقران بحذافيره جاي يطبقونها اعطيني شيء ما جاي يطبقونه الاسلام يعني داعش ماكو شيء ما يطبقونه فارد اوصل النقطه انه هاي التراكمات النفسيه اللي مر بيها محمد بطفولته ادت بي الى شر يعني ادت بي الى شخص انتقامي بالقران المدني خوش تعال ارجع لك القران المكي به تفاصيل يبي ايات تحسها لطيفه مثلا يعني لكم دينكم ولي ديني يا ايها قل يا أيها لكم
نسيت الآية طبعا هاي مال شو اسمه. ولا يهمك على كل حال، على كل حال عباس، يعني عباس حتى بالإسلام المكي يعني صحيح في مواقف معينة بحكي الحكي هذا لأنه مضغوط هو أصلا، وبعدين هو مضغوط. إيه أرد أوصل لك، أرد أوصل لك طبعا أنا آسف يعني لعدم أنا طبعا بالبرنامج ارتكب، وهذا يعني ارتبك ارتباك يصير عندي. لا ولا بس بدي نقطة واحدة بدي أوضحها، إنه الإسلام المكي لا يقل إرهابا عن الإسلام المدني. يعني الإسلام المكي ما في آية فيها إلا فيها وعيد بالعذاب، لأنه هو ما بقدر يقتل بإيده، بيوكل الله يعذبهم ويشويهم ويقليهم بالعذاب العظيم والعذاب الشديد. ولما يقول لكم دينكم ولي دين وهالحكي الفاضي هذا، تعبدون ما أعبد وبعبد ما بطيخهم، هالحكي الفاضي هذا يعني هذا كله لأنه كان غير قادر وكان في مواضع غير قادر. أنا بدي أصل لك النقطة إنه محمد يعني كان موجه بالبداية كان موجه طبعا، حتى سياسته مع الآخرين يعني كانت شلون تحس كأنه شخص موجه. حتى القرآن ما كذا تجيبي صح، القرآن المكي غير منتظم، بس شنو تعال أجيك تحس بيه طابع السجع وغيره، هذا الكلام السجع وأكو كلام تحس بي انه المسلم من يسمع ماكو كان هو يحن ويشتاق للقران، انه لازم يسمع قران، لازم يعني يسمع شنو هذا الكلام الحلو الجميل. هو اصلا لا كلام حلو ولا جميل، هو كلام عادي ولكن ذا طابع شعري لا اكثر. يعني كاتب انا هسه ماكو على المتنبي، المتنبي هو شاعر يعني هم انا شاعر من احد من عظماء الشعر قوش، يعني كان يتاثر شعره بالحاله النفسيه. اذا المتنبي حالته النفسيه تعبانه وتحس عليه ضغوطات يتلقى شعره تعبان، اذا لا ما تعبانه حالته النفسيه وهو يريد يشعر، يعني هو ذاته يريد يعبر عن مشاعره، وهذا تشوف انه شعره حلو، تشوف انه قصيده حلوه للمتنبي، وتشوف قصيده لا مو حلوه. شنو السبب بين هاي وهاي؟ ليش مو يكون على كل القصائد حلوه او كل القصائد مو حلوه؟ يعني مو يعني ما تستشغل ما يستشغل البشر. فانت تشوف القصائد يعني اكو حاله نفسيه جايه تاثر بمحمد، مر الظروف يعني 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 خلته، تركنا عن ظروف القتال، تركنا على هذا ظروف داخل بيته، هو داخل يعني بين نسوانه، شخص من المستحيل انه يسيطر، شاف نفسه ما يسيطر على هاي التسع نساء، وعائشه كانت غيوره وتعرف انه الاحداث صارت كثيره هاي مال ماريا القبطيه وغيرهن يعني، وهواي اشياء يعني خصوصا هاي حفصه وأم سلمة وغير هواي أمور كانت نسوان محمد الغار، فكان يعاني من صراع تعلق بصورة النساء، تلقى فد أشياء عجيبة غريبة تقول يعني ماكو شيء واحد يعني كأنما شون جاي يوجه اللي يعني لا تسوون هيك، لا هذا على نسوان يحاسبهن، لا تدخلوا بيوت النبي، وما أعرف شنو هاي الآية القرآنية نزلت، وأضربوا على صدوركن وغيرهن هاي الآيات اللي يعني أنا ما حافظهم بس شنو أقراهن يعني، بس صراحة ما حافظ بس أقراهن يعني أستغرب أقول شنو هذا الكلام، يعني هذا كلام هو لا ما لازم تحفظ هيك زبالة يعني. لا أحفظ من شيء يعني هذا تفضل. أنا بالنسبة لي يعني صح، إذا أتكلم لك يجوز قبل 4 سنوات أو 5 سنوات كنت حافظ هذا الكلام، بس هسه ما لازم أحفظه، لأن جاي أشوفه كلام نثري يعني كلام شعر مو كلام مهم يعني خربطه حكي. انا اتحدى اذا كان القران يرتقي الى مستوى الشعر، هو زباله ادبيه وليست اكثر من زباله ادبيه. هذا الشيء منتهي من عده، احنا نتمنى اذا تقول لي تعال ارجع لك على الشعر الجاهلي، شوف الشعر الجاهلي امرؤ القيس شلون كان يشعر وغيرهم ذول الشعراء العظماء، يعني كانوا حتى من تسمع شعرهم ترتاح، شعر حلو، اكو شعر منظم وحلو. لا انت جاي تقرا ايات قتل كلها اقتل، لا تسوي هيك، لا هذا يعني كلها ايات قتل، عباره عن ايات يعني بيها قتل، بيها احتكار للدين، بيها نبذ وكراهيه للغير، بيها اشياء امور كثيره يعني حتى الشخص ماكو اذا يقرا القران والسنه ماكو يتجرد من الإنسانية، يتجرد يعني ينتهي بعد ما تبقى إنسانية بقلبه. يعني أنا أنصح المؤمنين إذا هم ما قابلين على داعش وأفعال داعش ويقولون إنه إحنا
داعش ما تمثل الإسلام، أنصحهم نصيحة واحدة، إذا تريد تصير داعشي اقرأ القرآن والسنة وتمسك بها، راح تصير داعشي بامتياز 100%. ما انتهت، لا تجادني. إذا تريد تكون إنسان حر وفاهم وواعي، لا اقرأ القرآن وفهم شنو هو وافتهم، اطلع من هاي الدوامة، اطلع من هذا العالم اللي عالم الافتراء، عالم اللي جاي تمر بي، عالم وهمي يعني، يعني عالم عبارة عن قيود، وقيود مو قيود يعني قيود بالتحرر، هذا قيود يعني قيود على الدين يعني بالذات. ما تقبل لازم، اذا تقول النبي محمد لازم تقول صلى الله عليه وسلم، لان هاي شلون لازم يصلى الله عليه، الله يصلي على محمد، لازم تقول رضي الله عنه وبارك الخليفة، لازم هاي اطلع من عتها القيود، اطلع من هواي شغلات يعني. مو مهم انه المسلم اهم يعني، يجوز اكو بنات جاي يتابعنا هسه من خلال برنامج، عرفتين هاي فكرة الحجاب وغيرها والخمار هواي امور يعني. انت المسلمة انت انتبهي على روحك يعني، شوفوا الشخص ليش الرجل محلي ليلة اربعة يعني، شمعنى أنا يجي زوجي يتزوج علي أربعة وأنا لا ما لي حق، وهذا افتهمي شنو الوضعية ليش يجي يعني، فسري هذا الشيء بداخلك يعني، تقبلي يعني تقبلي إنه تتقبلي باكر عقب هذا زوجك زوج عليك أربع نساء يعني أربع رجال يعني أربع نساء، فتشوف شوف الوضعية قارنيها بوضعك، عيشي الحالة، شكو شيء تحس بي انه شيء غلط، او شيء احنا دا نحكي هسه، شكو شخص جاي يسمعنا، شكو شيء تحس بي احنا دا نحكي بي غلط، تحاول تطبقه على نفسك، قول مثلا انا اريد اصير ملحد، وحاول ان تطبق تعيش هاي الحاله، حاول تعيش الطرف المقابل، حاول تعيش تفكيري انا ليش صرت ملحد، قابل يعني صرت هبان يعني هي شيء من جيبي انه انا فكرت والله انا ضربت عده اريد اصير ملحد، يلا هاي صرت ملحد، كيف انا افكر يعني انا يعني هيك ضربت عده لازم اصير ملحد. فهواي امور يعني تخليني انه تخلينا نشك بهذا الشيء، تخلينا نشك بالدين، نشك بالغيبيات اللي جاي يصير، هواي امور يعني. انت منين ما تجيها الدين ماكو بالذات الدين الاسلامي وغير دين، منين ما تجي كل تفاصيله ماكو، هواي امور تخليك الشك. استغرب على المؤمنين ما يشكون، انا استغرب هسه بس، ولو انا اصفى مرات بيني وبين داخل اقول صح انا كنت نفسهم، بس قدرت اطلع من هذا الواقع، قدرت انتشل نفسي، تنتشل نفسك من البلوعة تكرم يعني، تنتشل نفسك من الواقع الزفت الزبالة تطلع على واقع نظيف. بالنسبة للإسلامية بالضبط مثل ما قلت اخي عباس. طيب في عندي سؤال من الاخت ديانا عم بيقول، اريد ان اسال اخ عباس ان يوضح لنا اكثر الخرافات بالمذهب الشيعي وخاصة عن علي والحسن والحسين، وكيف بدأ ينظر إلى هذه الخرافات بعد أن خرج من الإسلام؟ تفضل. تمام. طبعاً بالبداية المذهب الشيعي يعني قلت لك يمكن ينصر الشيعي، المذهب الشيعي شاف المتلون المطاط، هذا المطاط بنجيبه منه يعني تريد تخليه هيك تسوي هيك بكل الوسائل، هو مطاط تمطى يرجع. فالمذهب الشيعي هكذا يعني، شوفه يعني متلون الوان يعني، حتى من تقول له مثلا ابسط الاشياء، ابسط اشياء تقول له مثلا القران هذا محرف، شو يقول لك؟ اي اكو قران بعد اكو قران بعد ما موجود، يسمونه اللوح المحفوظ، هذا مال القران الزهراء اللي هي الزهراء بنت النبي، وهذا من يطلع الامام الحجه الامام المهدي المنتظر خوش، فيطلع يجيب هذا القرآن، هو هذا القرآن الحقيقي يعني، انت مو مشكلة انه ما تعترف بالقرآن، بس اكو قرآن حقيقي احنا نعترف به بعد ما طالع. هواي امور يتلونون بيها طبعا، يحاولون يشردون عنها يعني، يهربون عن هواي حقائق يهربون عنها يعني. منها ستجهس احنا جاي نمر بمناسبة عد الشيعة مفضلة، مناسبة عيد الغديرية اللي جاي يمر بها، شوف عيد الغديرية وصالهم يومين وفرحانين انه النبي يعني. تحكي لنا شو اصول، شو هي تعرف المشاهدين على شو هذا عيد الغديرية؟ انا بصراحه ما بعرفه، يا ريت تفضل. راح اتكلم لك بهذا الموضوع. عيد الغديرية انه شنو هو، على اساس يعني هو كما مكتوب يعني بالكتب الشيعية طبعا، انا هذا الشيء ما ادري يعني ما مدقق به بالكتب السنية، بس مكتوب بالكتب الشيعية وموجود به على ارض الواقع يعني، هذا الموجود يعني، النبي نصب
علي بن أبي طالب بعد من بعد خليفة يعني يكون أو ولي يعتبرون الشيعة ولي يعني يعتبرونه ولي أو يعني صاحب الولاية من بعد النبي. فقبل لا يموت خوش من بحجة خطبة حجة الوداع يسمونها هم المسلمين فخطب ورفع إيد علي بن أبي طالب. هذا الشيء موجود بالكتب الشيعية أنا يعني بدقق به شيء صحيح بعد ما أعرف الكتب السنية موجود به هذا الشيء يعني إنه شلون الحديث يقول اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. هذا يعني هو شو اسمه النبي محمد أساسي كل النبي علي بن أبي طالب. أظن بالكتب السنية يرفضون المسألة هاي يعني. هم موجود هذا الشيء بالكتب السنية طبعا. هو شنو المشكلة اللي صارت إنه هو نصب رفع إيده قدام العالم إنه هو هذا من بعدي خوش يعني هذا راح يكون الولي من بعدي. هاي خطبة حجة الوداع وهي آخر خطبة إنه لازم تتمسكون بهذا الشيء. فهم الشيعة يعتبرون إن علي بن أبي طالب هو الولي ما يعترفون بالخلافات الأربعة اللي يعني بالهاي خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وثم علي هاي ما يعترفون بهذا الشيء. يقولون لا هو الولاية تعتبر للنبي وهي بهذا اليوم صارت خطبة حجة الوداع ولقاها ورفع ايد الإمام علي وقال انه هذا الشخص يعني هو ولي من بعدي. فالشيعة يعتبرون هذا الشيء عندهم عظيم يعني يعتبرون هذا الشيء انه هو تنصيب الولاية انتهت احنا بعد ما نعترف بالتناحرات هاي مالت السلطة اللي صارت بين أبو بكر وعمر بالذات عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب اثنيناتهم يتناحرون على مود السلطة على مود يكونون واحد منهم خليفة. هسه احنا صار لنا 1400 سنة يعني 1400 سنة على هذا المدار وأكثر يجوز خوش يعني 1400 سنة تشوف الشيعة والسنة بيناتهم هم بيناتهم ما مصافين هم بيناتهم ما مصافين. أرد أوجه هاي المسألة وكل ما يصير عيد الغديرة هاي المناسبة تصير شلون هو الطائفية موجودة بس تشتعل أكثر الطائفية تقب أكثر خوش. فالتقيس يعني تمنى يعقس هاي المناسبات الدينية اللي جاي يسوونها الشيعة بالذات ماكو يعني جاي تأثر أخاف يعني أخاف هو عايز أنت أخاف يقول زيد الطين بلة هو هم جاي يزيدون الطين بلة وسب فشاير بيناتهم يعني انت شوف انت هذا واقع انت احنا ما نريد هسه ما يخالف انا ما اريد يعني يجوز مو كل الناس تتقبل الالحاد مو كل الناس تتقبل التنوير بس انتم مش بيكم يعني بيناتكم تتناحرون على اشياء صارها 1400 سنه لا اصلا يعني اذا تحكي عليها تضحك يعني تشوف شنو الوضعيه. للاسف الشديد اخي عباس يعني الحروب اللي عم بتصير بسوريا والعراق واليمن شايفينها يعني هي امتداد لهل أكل هوى هذا الحشة السامعين للمزبلة الإسلامية اللي عمر الخازوق وعلي بن أبو بطيخ أبو خرع حشة السامعين تقتلوا على السلطة ولحد هلا العلويين والسنة بسوريا عم تقتلوا على السلطة ولحد هلا العلوية والشيعة والسنة بالعراق عم تقتلوا على السلطة باليمن نفس الشيء. يعني هو امتداد لهالمهزلة هي مهزلة الأحراوية القذرة. طيب أخي عباس نحن وصلنا لنهاية الحلقة وما بدنا نطول على أصدقائنا للحلقة يعني كلمة أخيرة بتحب توجهها للملحدين للمؤمنين على حد سواء شو بتقول لهم؟ تفضل. كلمة أخيرة أحب أختمها يعني أحب أختم البرنامج وطبعا أشكرك على حسن يعني الضيافة بالبرنامج وتعاملك معي ومع المتصلين والمشاهدين اللي حاليا جاي يشاهدونه. كلمة أخيرة أحب أوجهها يقول نيلسون مانديلا ليس حرا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بإهانة. افهم هاي المقولة ماكو فسرها. أنا هاي المقولة ما أنساها هاي ودي أحفرها ماكو أحفرها بين هنا على حتى ما أنساها أبد. هي ما تنسى هاي أحفرها بداخلك إن كان ملحد أو إن كان ملحد للجميع الإنساني. أنا أرد أقول له هاي المقولة ليس حرا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بإهانة. أنت من تشوف إنسان يهان أمامك يقتل يعذب خوش وباسم يعني بكل المسميات سواء كان شيعي أو سني أو يهودي أو يقتل باسم دين يقتل باسم الله يقتل بجميع أشياء يعني إذا أنت تسكت على هذا الشيء
انت مو انسان. وحتى ما اقول لك انت حيوان، لان الحيوان عنده رأفه وعنده عنده عنده عطف خوش، فانت من جنس يعني اخر، يعني وحش اعتبرك، يعني اعتبرك شخص يعني من غير من غير من غير فصيله، لا تنتمي لهذا الكون اصلا، يعني ما ادري شلون اجيت وصرت بهذا الكون. فيعني احب اوجه هاي رساله تسامح وانسانيه لكل شخص حاب، يعني اخاف يعني لا تغلط علي ولا تسبني ولا تقتلني ولا هذا، اريد اعطيك ورده، وهاي الورده تعبر عن السلام والمحبه، اريدك تكون فاهم، اريدك تكون عاقل، اريدك تفكر بابعاد يعني ببعد ثانوي، يعني مو تفكر انه بس تصلي وتصوم وما اعرف ايش وتسوي اشياء وحاجيات انه تخليك تدخلك الجنه، هذا الشيء لا تفكر به، فكر انه شلون تكون انسان، يعني انسان مترابط بين الناس، تحب الانسانيه، ما تحب العمل الشار، تحب الخير للجميع. و اتمنى انه اتكلم بها بس الوقت داهم، يعني عذرني استاذ. اكيد اكيد عباس، اكيد، وممكن نعمل حلقات تانية معك، واذا في عندك اي مواضيع حابب تطرحها بالبرنامج، البرنامج مفتوح لك ولكل اصدقائنا الملحدين، يعني نحن هون حتى نوصل صوت الملحدين للناس، يعني ونفهم الناس شو هو الالحاد وشو هدف الالحاد، فممكن نسوي حلقات تانية يعني، وهي نحن أصدقاء وممكن تراسلني في أي وقت، ممكن تكلمني في أي وقت، وبس حضر لي الموضوع وأنا جاهز يعني. طبعا أصدقائي، أنا بتمنى من يعني من كل الأصدقاء مشاركة الحلقة، يعني اعملوا لها شير فيسبوك تويتر لأي مكان ممكن حتى نقدر نوصل صوتنا للناس، يعني مشان ما تروح الجهود كمان بهباء منثورة مثل ما بقول، وهالأفكار هاي تصل للناس، خلي الناس توعى، خلي الناس تفكر ليش نحن عم نقتل بعض، نحن بشر بالنهاية، ونكب هالخرافات هاي على طرف، ونقدر نوقف على أجرينا من جديد ونعيش حياتنا مثل ما بدنا، ما مثل مو مثل ما بدهم الخرافيين أهل الصحراء اللي غزوا بلادنا ونهكوا أعراضنا وانتهكوا حرمات بلادنا إلى هالدرجة. على كل طبعا بكرة في عنا حلقة بالساعة 8 بالتوقيت لندن مع المفسر القرآن الشيخ حكمة ابن كثير في آيات إرهابية، كونوا معنا، وأتمنى تكونوا معنا، وحتى نقدر نفهم الدين هذا اللي الناس عم تقدسه، وأنا بتمنى من المسلمين يتابعوا لأنه كثير مهم يفهموا دينهم، هل دينهم دين إرهابي، وهل نحن عم نقول إنه دين إرهابي عن هباء، يعني عن عبس عم نقول دينهم دين إرهابي، ولا في شيء على أرض الواقع، يعني شايفين على أرض الواقع نظرياً، إذا قلنا نظرياً بكتبهم بالقرآن خصوصاً، وعملياً شايفين على أرض الواقع من داعش وأمثال داعش وأخواتها، يعني الأخواتها أنا لا أقصد فقط أخواتها من جبهة النصرة وغير جبهة النصرة، لا، أخواتها من النظام السوري إلى النظام الإيراني إلى دائن حسن نصر الخرحش السامعين إلى كل هالزبالة هاي، كلهم يتبعون محمد العرصة الكبير، دين الشر، دين الإسلام، يتبعون رأس الأفعى. بالضبط بالضبط بالضبط. شكرا لك أخوي عباس، وأتمنى ألتقيك في حلقات قادمة، وأكيد سألتقيك. طبعا أنا آسف يعني أن تعرف هذه بداية اللقاء الأول، يعني تعرف أنت شوف أنت أبدعت بصراحة، أنت كنت رائع شوي ارتبكت يعني بهواي أمور، فآسف يعني آسف جدا، يعني المشاهدين هم يعني راح يكون الحلقات القادمة تكون يعني غير شيء. بكل تأكيد، أنا بصراحة ما شفت أي ارتباك، وما أظن أصدقائنا المشاهدين كمان ما لاحظوا أي ارتباك، وأنت كنت مبدع يعني، وشرحت أفكارك بكل سلاسة يعني، وأتمنى ألتقيك في حلقات قادمة. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة، إلى اللقاء، شكرا. شكرا.